صباح النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ففكرتكم اللي انتوا دايما بتستنوها من يوم سعيد، وهندلع الدايت الصبح بوصفتين احلى من بعض، تقدر تستخدمهم قبل ما تنزل الجامعه، تروح شغلك، تروح مدرستك. وصفتين لذاذ جدا، وهم بروتين بولز وايس شوكليت. تعالوا نشوف المقادير بتوعنا على طول. عشان تعمل البروتين بولز انت هتحتاج كاكاو خام وشوفان وجوز هند وعسل وزبده فول سوداني. وعلشان تحتاج تعمل الايس شوكليت بتاعك هتحتاج تلج، وهتحتاج معلقه من الكاكاو الخام وكوب حليب وسكر دايت والخلاط الحلو ده. وتعالوا نشوف الستبس مع بعض خطوه بخطوه. هنحط اول حاجه التلج بتاعنا، تاني حاجه معلقه كاكاو خام، وهنحط معاهم كوباية حليب وهنحط معلقتين سكر دايت كده. الخليط بتاعنا بقى جاهز، نجهز نفسنا ونبتدي. لما الخليط بتاعنا يميكس كويس، نبص عليه لغاية لما المزيج بقى سموزي خالص في نفسه كده. وبكده يبقى المشروب بتاعنا الأول اللي هو الآيس شوكليت دن. ممكن نعمل امبارلل بقى، ممكن نصبه دلوقتي ونشوفه سوا. كده الايس شوكليت بتاعنا بقى جاهز خلاص. ممكن نرش له شوية شوكليت على الوش كده. كده المشروب بتاعنا بقى جاهز. نعمل بقى جنبيه البروتين بولز اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي هنحتاج فيها زي ما قلنا اول حاجة كاكاو خام، هنضيف عليها الشوفان بتاعنا، هنضيف عليها جوز هند، هنضيف عليها زبدة الفول السوداني، وهنضيف عسل أو مابل سيروم، ونبتدي نميكس المكونات دي كلها مع بعض كده. حابب اكلمكم برضو عن الكاكاو الخام واهميته. يعني الكاكاو الخام يعتبر انتي اوكسيدنت ومفيد جدا لحاجات كتيره، منهم البشره ومنهم الشعر، نمو الشعر. ده غير ان هو في دراسات كتيرة أثبتت إن هو من الحاجات اللي بتحسن المزاج، عشان كده تلاقي دايما الناس تميل لإن هي تاكل شوكليت أو كده عشان تبقى في مود أفضل. يعني ده بيرجع للكاكاو مش بيرجع لحاجة تانية، مش للسكر زي ما ناس كتيرة فاكرة. يعني فالموضوع عادي إن أنت تظبط مزاجك ويبقى الموضوع صحي زي ما أنت. ممكن نكسبها بإيدينا بقى لما نحس إن هو نقدر نمسكه كده. نشكله كبول، نبتدي ننزلها في
وجوز الهند. دي أول بول معانا. ننزلها برضو في جوز الهند. كده نكون خلصنا التو بروتين بولز بتوعنا وعملنا الايس كوفي معاها، ودي تبقى ميل بسيطة لذيذة ممكن تاخدها معاك وانت نازل الصبح زي ما قلنا، او انت رايح مشوار ليك، بتخلص بسرعة جدا ومش هتحسسك باي نوع من انواع الحرمان لو انت ماشي على اي نظام غذائي. وهيظهر لكم دلوقتي على الشاشة الخطوات بتاعت عمل الغداء بتاع النهاردة، وهيكون دايت وصحي ومناسب لايا كان برضو النظام اللي انت هتكون ماشي عليه.